هسه يا سلايد عندكم طالعة للي طالعة عندهم هاي يعني الصورة بوضوح. دكتور 18 18 دكتور 18 جيد. سلايد 18 هذه طبعا أنا بديت أسجل المحاضرة، وهي هسه لعله هذا المثال اللي دنشرحه الآن هو أهم شيء تقريبا بالمحاضرة، راح نشوف أشياء ثانية مهمة بالمحاضرة اليوم، بس هذا المثال هو كلش مهم. المثال اللي دكتور قبله دكتور يا ريت تسوي عاد المثال، لان انا طلعت المصور. راح أعيد المثال هسه. ايوه المثال طريقة رقم اثنين، طريقة رقم واحد بشكل عام تستند على يعني الكيرف فيتنج البولينوميال ريجريشن، يعني ايش قد ما نسوي فيتنج الكيرف يمثل كل البيانات ايش قد ما نحصل نتائج دقيقة. لكن للأسف مثل ما قلت بالبيانات الطبيعية بالطبيعة من الصعب جدا انه في معظم الحالات طبعا انه نلقى معادلة رياضية تمثل البيانات اللي جمعناها. لذلك عندنا إحصاء، انتوا درستوا بالإحصاء بالسنوات اللي سبقت بالمرحلة الأولى تفاصيل معينة عن البيانات والعينات والاحتمالات وتمثيل البيانات. فالبيانات فتشي أساسي بالهندسة. هاي البيانات ما نقدر دائما نلقى معادلة رياضية تمثلهن. هسه إذا لقينا خير على خير بالطريقة رقم واحد، كل اللي نحتاجه انه نشتق الانفلو هايدروغراف ونشتق الاوتفلو هايدروغراف بنقطة الالتقاء بيناتهم، نقطة التقاطع، ونطبق المعادلة نحسب قيمة x، والدور نختار 2 points مثل ما بينت بالمثال اللي قبله، وذني 2 points راح من عندهن نستخرج قيمة k. قبل شوية طلعناها 3.15. طريقة رقم اثنين لا، طريقة رقم اثنين تعتمد على اليمن، تعتمد على أساس أنه الـ inflow في بداية يعني في البداية يكون أكثر من الـ outflow، فراح يصير عندي خزين إضافي بالقناة، والنوب وراء بعد مرور نقطة معينة يتساوى بها الـ inflow والـ outflow، يبدي الـ outflow يصير أكثر من الـ inflow، وهذا تعبير ثاني انه الخزين اللي ينجمع بالبداية يبدي يسوي يعني يطلع من القناة، يصير released فيطلع من القناة. فإذا رسمنا هذا الخزين اللي يتجمع والخزين اللي يطلع رسمناه بمعادلة ماسكنغهام اللي هي شو تقول المعادلة؟ نرجع للكيرف، تقول انه s تساوي k constant في هذا المتغير xi plus 1 minus x times o. فاذا رسمنا s versus هذا المتغير ككل، وراح تطلع عندنا اذا كانت الx صحيحة يطلع عندنا شكل اقرب ما يكون للخط المستقيم، واذا كانت x غلط يطلع عندنا شكل loop بالكيرف مثل ما راح نشوف هسه فد شوية. احنا نختار الشكل اللي يكون اقرب ما يكون للخط المستقيم ونحسب الميلان مالته، راح تكون هذه قيمة K. فاخذنا مثال هنا على هذا الموضوع، مطينا الobserved inflow والobserved outflow. اركز على كلمة observed ليش؟ لان هذني بيانات تم تسجيلهن، يعني عندنا station upstream وstation downstream، ذني اثنيناتهن جمعنا من عندهن البيانات وسجلناهن مثل ما هسه موجود بهاي الكيس امامنا، انه عندنا يعني وقت من الصفر لل 17 ساعة، عندنا انفلو وعندنا اوتفلو. فش نريد؟ نريد نحسب قيم اكس وكي. اول شيء رسمناهن هذني شكلهن، والرسم مثل ما قبل شوية شفتوا بالاكسل موضوعه كلش بسيط، مجرد نأشر البيانات مالتنا ونروح لكلمة insert، والدور ناخذ الشكل او الجراف اللي احنا
يعني نريده، كأن يكون scatter أو يكون يعني line. قبل شوية رسمت أني line فطلع مباشرة هذا الشكل أمامكم، وما أخذت هاي العملية من وقتنا أكثر من دقيقتين مثل ما بينا قبل شوية. فالرسم سهل رسمناه. دور جينا المعادلة، المعادلة هي S versus XI plus 1 minus X times O. راح نفرض قيم X، X هي 0.1, 0.2, 0.3 وكل قيمة من هاي القيم راح نحسب الـ S ونحسب المتغير بمعادلة ماسكنغام اللي هو XI plus 1 minus X times O. فأجينا للجدول، أول شيء بالتايم زيرو، بس طالع عندكم سلايد نمبر 18 مو؟ نعم دكتور. جيد، بالتايم زيرو الانفلو 10 والاوت فلو 10، 10 ماينس 10 زيرو، راح الكولوم الرابع هو I ماينس O. أس هنا أنا ما عدنا بالبداية في بداية التايم ستيب accumulated S ماكو. الـ X شلون نحسبها؟ من point 1 times I، الـ I 10، point 1 times 10 1 plus 1 minus point 1 point 9 times 10، الـ outflow همينة 10 صار 9 plus 1 صار 10. فكلهن راح نشوف انه 0.1, 0.2, 0.3 هي نفسها 10. ليش؟ لانه الـ outflow يساوي الـ inflow. نجي للـ time step number 2، وهنا أنا راح اشيل التظليل وارجع اللون اسود. الـ inflow 16، الـ outflow 9. الـ inflow 16، الـ outflow 9. 16 minus 9 7، هذا I minus O. الـ S شلون نحسبه؟ الـ storage اللي صار بالـ in between 0 and 1 راح يصير عندنا 7 plus 0 over 2، لأن هذا من 0 إلى 1 ناخذ المعدل. 7 plus 0 over 2 3.5. احنا هنا storage نضربه في الوقت اللي يتجمع به اللي هو ساعة واحدة، فيصير 3.5. الاكيوميليشن نبدي من 3.5. الx هنا 0.1، نضرب 0.1 في i اللي هو 16 صار 1.6، نحفظه plus 1 minus 0.1 0.9 times 9.9 times 9 شقد يصير؟ 8.1 مو؟ plus 1.6 7.7 9.7. جيد، فنشوف هنا 9.7، هنا 10.4، وهنا 11.1. شنو الفرق بين 9.7 و 10.4 و 11.1؟ الفرق هو فقط X، X اللي هو بهاي المعادلة. فمرة X.1، مرة X.2، مرة X.3. نجي تايم ستيب نمبر 2، تايم ستيب نمبر 2 شنو؟ راح أشيل الكروسينج وأرجع اللون أسود. الانفلو 28، الاوتفلو هو 8، ف 28 minus 8 20. طيب الستورج قد صار 20 plus 7 27 over 2 13.5. الاكيوميليشن نجمع 13.5 plus 3.5 يصير 17. نوب نجي نطبق x بالمعادلة، x.1 في i اللي هو 28 plus 0.9 في O اللي هو 8، نجمعهن يصير عندي 10. من يشيك هذا الرقم صح لو غلط؟ point 1 في 28 2.8 زاد
0.9 في 8 7.2 plus 2.8 يطلع عندي 10، مو صح؟ اكو اي سؤال لحد الان؟ اي دكتور صحيح. اكو اي واحد ما عرف هاي العشرة منين اجتي وهاي الارقام منين اجتي؟ دكتور بس الكولوم السادس. كولوم السادس. الاكيوميليشن اكيوميليتد اس مو؟ نعم دكتور. نجمع هاي 13.5 زائد 3.5 يطلع 17. 3.5 زائد 0 اللي قبلها بس مجرد سوي اكيوميليشن تطلع 3.5 اوكي؟ تمام واضح. وهسه الكولوم رقم 4 نفس الميكانيكية شو نسوي؟ نفس الشيء بالضبط ونسوي accumulation وتطلع قيم الـ يعني Muskingum equation حسب قيمة x اللي فرضناها وهكذا بقية أرقام الجدول نفس الإجراء نفس الترتيب. أكو أي سؤال عن هذا الجدول؟ نعم دكتور بس الاكس قيم معناتها بوينت واحد وبوينت اثنين وبوينت ثلاثة دكتور يعني دائما ثابتة؟ اي هي مثل ما قلت بالمحاضرة اللي مضت الرينج مال اكس يتراوح بين بوينت 1 وبين بوينت 3 فاحنا نقدر نستخدم بوينت 1 بوينت 2 بوينت 1.5 بوينت 2.5 بوينت 3 يعني بوينت 3.2 يعني بهالرينج هذا. تمام دكتور. اي بالنسبه اذا اجانا سؤال احنا عندنا هوم وورك وعندنا امتحان نستخدم فقط بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3. اكو واحد عنده سؤال عن هذا الجدول؟ هسه ايش راح اسوي؟ راح اجي ارسم اس على المحور الافقي و اكس اي زائد 1 ماينس اكس تايمز او على المحور العمودي واي. شوفون هنا اول فيجر هذا على ايديكم اليسار هسه طالع سلايد نمبر 19 مو؟ نعم دكتور. كلش سهله القضيه، هذا سلايد نمبر 19، شوفوا اكس بوينت 1 شوفوا على شكل لوب x نمبر x.2 هذا اللوب اقترب من بعض البعض اما x.3 شوفوا شقد تقريبا شنو خط مستقيم مو صح؟ صح لو غلط؟ يبري دكتور صحيح. يا هي اذا قيمة x الصحيحة او دكتور ابو ثلاثة اي x.3 نقول هي هاي القيمة الاصح. هسه كل ما اكو في الامر هاي نجيب المسطرة ونخلي نحسب ميلان هذا الخط او نسوي fitting equation polynomial equation مثل ما شفنا قبل شوية بالاكسل هالبساطة نسوي fitting يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا انه ميلان تطلع لنا معادلة هاي تقول تساوي 4 y تساوي 4 times x minus 40 almost 40. فايش قد ميلان الخط المستقيم؟ إذا المعادلة y تساوي 4 times x minus 40 إيش قد ميلان هذا الخط؟
ميلان هذا الخط هو فاكتور ساد 39.1. لا لا هو 4 من المعادلة، المعادلة مع الخط المستقيم تذكروها درستوها بهواية مكانات خلال مسيرتكم الدراسية، يعني أذكركم بها أنه y تساوي mx plus b، البي هو الانترسكشن ويا الواي، والام هو شنو الميلان، ميلان الخط المستقيم. هسه راح ناخذه بالتفصيل. فهذه قيمة K، انتهى الموضوع هنا. نشوف بالسلايد الثانية انه X تساوي 0.3، بعدين شنو fitting a polynomial fitting a degree 1 polynomial equation align will give us شنو انه K تساوي 4 hours. هذه قيمة K وهذه قيمة X بهالبساطة. بس إذا لاحظتوا هم شوية عندنا مشكلة بالموضوع هنا، أنا مو من يقدر يقول لي شن هي المشكلة؟ أنا راح أجاوبكم. المشكلة همين استخدمنا الكيرف فيتينج، همين استخدمنا الريجريشن، احتاجينا نسوي فيتينج الكيرف معين. هسه هذا هنا الرسم عندنا كلش نايس، يعني ماكو مشكلة بي واضح، بس بعض الأحيان لا مو بهالوضوح تصير عندنا المسألة. فهذا الشيء يستوجب من عندنا، يستوجب من عندنا أنه نتعرف أنه شلون نسوي fitting align، يعني نتعرف الماث الرياضيات اللي هي نحتاجها بشكل دوري احنا بالهندسة على مود نفهم شنو دا يصير. هنا هذا الموضوع انه fitting align يسموه linear regression، واللينير regression هو ببساطة degree 1 polynomial regression، يعني degree 1 درجة واحدة، يعني y تساوي mx plus b. والpolynomial regression يعني هو فد محاولة على مود نخلق مثل ما شرحت بداية المحاضرة polynomial function that approximates a set of data points، عندنا مجموعة بيانات نحاول نقربهن، ومن نقربهن نقربهن بشكل معادلة. هذا هو الـ polynomial regression. فاختاريت انه اقدم لكم اليوم الـ linear regression على مود يساعدنا في منهجنا اللي مقرر عندنا من قبل الوزارة. linear regression يعني هو معادلة من الدرجة الأولى، معادلة خطية f of x تساوي c0 plus c1 times x. c1 هو ميلان الخط و c0 هو الانترسكشن ويا الـ y-axis. مثل ما مكتوبة هنا واضحة، ومطي مثال هنا، يعني here we can see a linear regression line running along the data points approximating the data. يعني شوف هسه هنا عندنا ذني مربعات الزرق هي نقاط، وعندنا خط يمر بيناتهن، هذا يحاول كلهن يعني قدر الامكان يمر الى اقرب مسافة ممكنة من عندهن، بس هل يمر بيهن كلهن exactly؟ لا طبعا، لانه اذا يمر exactly بيهن صار هو هذا لاين، يعني فول لاين. بس احنا هنا عندنا داتا بوينتس جمعناهم، ذني داتا بوينتس نحاول نقربهم قدر الامكان بخط. هنا عندنا 11 داتا بوينتس، و مينيمايز ذني. اذا تشوفون هذا الخط قيم الواي البي ويا كل قيمة من قيم X، مو أكو قيمة Y بهذا الخط؟ مو صح؟ هذه قيمة Y أكو على الخط، وأكو قيمة Y هي للبيانات نفسها. أكو فرق بيناتهم لو ماكو فرق حسب هذا الرسم؟ بالنسبة للخط المستقيم في اكو فرق؟ الفرق في فرق. منو جاوبني؟
بالنسبة للخط المستقيم اكو فرق. اكو فرق بالضبط. هذا الفرق نحاول نخليه صغير لو كبير. كل ما نزغر كل ما نزيد الدقة. بالضبط. صغير. هو كل ما نزغر هذا الايرور كل ما دقة الفيتنج مال الكيرف مالتنا تزداد. لذلك راح نشوف نركز على موضوع نزغره نسوي له مينيمايز. الايرور ار نيدز تو بي مينيمايز. اول شيء خلينا نجي نحسبه هذا الار. الار هو يعني فانكشن اوف اكس، فالواي هي البيانات، الواي هي البيانات قيمه واي. السي نوت بلس سي زيرو تايمز اكس، هنا اكس اي ساعدلها ان شاء الله قبل لا ارسل لكم اياها. هذه قيمة واي من الخط المستقيم سي نوت بلس سي 1 تايمز اكس. هذا الارر ربعناه. ليش ربعناه؟ على مود مو الموجب ياكل السالب، لان بعض الاحيان اكو فرق موجب كبير وفرق سالب كبير. الموجب الجمعة ويا السالب ايش يعطيك؟ الارر تقريبا زيرو. من تشوفه زيرو تقول زين، بس هو بالحقيقة شنو؟ اكو فرق كبير. واضح هذا الكلام؟ واضح دكتور. والنوب سويت له سميشن لكل البيانات نجمعهن على مود شنو؟ نطلع قيمة الار. نجي هذه R، هذه دالة ال R، نشتقها مرة بالنسبة للسي نوت نسوي partial differential differentiation للسي نوت، لأن هي المتغير هنا السي نوت احنا نريد نطلعها، ونشتقها مرة أخرى للسي 1. فمن نشتقها للسي نوت راح تكون الأس هنا يقل واحد يصير اثنين. السي نوت اشارتها قبل شويه بالمعادله سالبه مثل ما تشوفون هنا، فالسالب يطلع خارج قوس ينقلب الموجب سالب والسالب موجب داخل القوس. ونفس الميكانيكيه طبقتها من اشتقيت بالنسبه للسي 1، ما عدا انه السي 1 مشتقتها شنو؟ اكس اي مثل ما موضح هنا. كل اشتقاق اريد اطلع النهايه الصغرى مينيمايز او ماكسمايز. شو نسوي؟ نساوي للصفر المشتقة، مشتقة الدالة نساويها للصفر. فساويت المشتقة مع السي نوت والسي 1 للصفر. والدور شنو؟ والدور يعني طلع عندي معادلتين بمجهولين اللي هو السي 0 والسي 1. expand and rearrange شنطيني هذني المعادلتين مثل ما تشوفوهن أمامكم. بس معادلتين بمجهولين نقدر نحلهن لو ما نقدر؟ نقدر دكتور. معادلتين بمجهولين بس راح نسوي لهن ترتيب ونشتق علاقتهن على مود نطبقها وين ما كان. السميشن دخلته داخل القوس فصار سميشن تو سي نوت سميشن تو سي 1 اكس اي للمعادلتين مثل ما موضح امامكم بهذه السلايد، سلايد نمبر 26. دخلت السميشن على القوس مثل ما تشوفون امامكم قبل شويه، دخلت السميشن على كل حد من حدود المعادلتين اعلى. نوب اجينا شنو؟ طلعت الكونستانت خارج السميشن. تشوفون هنا الاثنين كونستانت، سي نوت كونستانت، سي نوت كونستانت، سي زيرو، سي 1 كونستانت، طلعتهن شنو؟ خارج قوس. خارج السميشن عفوا. النوب من طلعتهن خارج السميشن، اجيت هذا سميشن 1 من اي يساوي 1 الى ان هو بالحقيقة ان. لان ان دا نجمعها وان دا نجمعها ان من المرات فيصير ان الكاونت، بس الكاونت مال البيانات اللي عندنا هذه يصير ان. وخرتها تخلصت من هذا السميشن، والدور نقلت للطرف الاخر الواي
والاكس اي، هذه ريال رينج. اخر شيء راح نستخدم الماتريكس فورم، صارت معادله عندنا معادلتين بمجهولين، يعني سيستم اوف اكويجن، نستخدم ماتريكس فورم نحلهن. فراح يصير بالاليمنت الاول 2n، بالاليمنت يعني الثاني بالسطر الاول 2 سميشن الاكس اي، والاليمنت الثاني بالسطر الثاني هذا، وهكذا. نريد احنا c نوت ونريد c1. بالنسبه للطرف الاخر راح يكون سميشن y وسميشن اكس اي تايمز y. نشوف هنا الثنين ممكن انه نختصرهم من كل اطراف المعادله، فبالسلايد اللي وراها الثنين اختصرتها، فصار عندي c0 تايمز c1 يساوي هاي الماتريكس انفيرس تايمز هذا الفاكتور. فبتعبير اخر انه c يساوي a انفيرس تايمز b. اذا عدنا a وعدنا b راح نقدر مباشرة نطلع ال c0 وال c1. ممكن هاي همينة تذكرون بالصف الثاني استخدمتوا الكرامرز رول بإيجادها، لما تطلعون الديترمينيشن مال الماتريكس ديترمينت، ومرة تبدلون العمود الأول حسب الـ C، يا يعني هو الـ C1 تبدلون العمود الأول C2 العمود الثاني. فميكانيكية بسيطة تعلمتوها بصف ثاني، بس أنا ما راح أتطرق لها اليوم، ذكرتها هنا أنا فقط على مود تتذكرون الإجراء اللي اتخذتوه سابقاً. أنا راح أسوي الانفيرس، عملية سهلة لأن هاي مصفوفة 2 في 2. فنرجع لمثالنا، مثالنا هذه الاس وهاي الاكس اي بلس 1 ماينس اكس او. هذه لما كان عندنا الاكس يساوي 0.3، فهذه واي وهذه اكس، احتاجيت انه اضرب اكس في واي وانه اسوي عمود للاكس تربيع مثل ما موجود بهذا الكولوم امامكم. فالاس بالبدايه 0، المتغير من مسكن جام هو 10، هذه جبتها من الجدول السابق. x في y هو 0 تايمز 10 0، x تربيع 0 تربيع، وانه بذا 3.5 تصير، والواي هي 11.1، نضرب 3.5 في 11.1 يصير 38.85، هذا xy، ونربع الx 3.5 يصير 12.25، وهكذا. بالأخير هنا لقيت السميشن مالتهن كلهن، وهذا الإجراء هو طبقته بالأكسل أيضا ببساطة، ويعني وقدمته لكم هنا. صار عندي كل السميشن، أرجع لمن؟ أرجع للمصفوفة A. مصفوفة A تقول N وتقول سميشن X سميشن X سميشن X تربيع. N هو عدد البيانات، عدد البيانات إذا رجعنا لنلقاه 18، عدد البيانات 18 رقم هو متوفر عندنا. summation X حسبناها طلعت 533، شوفوا هاي عدد البيانات هذا 18، هذا summation X 533، summation Y summation Y ما نحتاجه، وسميشن اكس تربيع، سميشن اكس تربيع هو 28545.5 بالعشرة، فيعني 28000 هنا خليتها، فصارت هاي الماتريكس A. هسه السؤال شلون نلقى الانفيرس مال ماتريكس A؟ أيضا احنا ندري من معلوماتنا بالرياضيات انفيرس ماتريكس يعني سكوير ماتريكس هي واحد على الديترمينت، وهنا يصير replacing بالelements on the diagonal، وال on the opposite diagonal يصير replacing بالساين. فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا الdeterminant الماتريكس A هي هذه، الdeterminant هو 18 في 28545 ناقص 533 في 533. وعناصر المصفوفة A نقلتها هنا كما هو مطلوب من عندنا في إيجاد الانفيرس، دخلت الديترمينت على المصفوفة
طلع عندي اي انفيرس بهالشكل هذا اللي موجود امامكم. وهنا هم انا يعني خلي اشارككم في التكنيك خاص بالاكسل شلون نلقى الاي انفيرس اذا حبينا نشيك، وهذا راح يفيدنا مثل ما قلت بالهوم وورك، ويفيدنا ايضا بالامتحانات القادمه. راح اسوي ستوب شيرنج سكرين واسوي شيرنج ماي اكسل شيت سكرين. بعدكم تسمعوني مو؟ بلي دكتور نسمع. جيد. هاي السكرين اللي قبل شوية سوينا فيتنج الكيرف. هسه إذا أجيت جبت المصفوفة مالتنا اللي هي 18533 وجوه 533 والدور 28545.5. تشوفون هذا ال هاي الماتريكس مو صح؟ تشوفون الاكسل شيت مالتي؟ نعم. ايش اسوي؟ اجي اظلل عدد خلايا نفس عدد هاي الخلايا، جد هنا يعني 2 rows 2 columns، فيصير 2 rows 2 columns 4 cells. والدور ادوس يساوي، اضغط على يساوي، من اضغط على يساوي اطبع ام انفيرس، ام انفيرس هذه ام انفيرس، دبل كليك عليها، أأشر الماتريكس، أسد القوس. وهنا أريد تنتبهوا لي كلش زين، آخر شي شو تضغطون؟ تضغطون ثلاث مفاتيح، كنترول وشفت وانتر، كنترول وشفت وانتر، راح مباشرة تطلع الاي انفيرس. واضح؟ واضح هذا الإجراء؟ نعم دكتور، بس المسجلة لأن حتى نقدر يعني نتسنى ان نطبقها عدل. دا سجلها، هي ما بيها اجراء بسيط جدا، انه نظلل نفس عدد الخلايا وندوس يساوي وندوس ام انفيرس، نطبع ام انفيرس ونأشر المصفوفة مالتنا اللي نريد نلقى لها الانفيرس، ندوس اخر شيء كنترول وشيفت وانتر. اني اشرحها، متأكد قسم من عندكم يعرف هذه الاجراء، بس يعني دا اشرحها على مود يعني خاف اكو واحد ما يعرفه، انه شلون نستخدم الاكسل بحل يعني السيستم اوف اكويجنز، حل المصفوفات. راح اسوي ستوب شيرنج ماي سكرين ونرجع للسكرين مالتي الاصليه الباوربوينت.